أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يتناول في لقائه مع الحجاج سلسلة تعاليم جديدة حول التطويبات. الأردنيون يحتفلون بالعيد 58 لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني. الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في الأردن تحج لموقع معمودية السيد المسيح في المغطس. وزارة الأوقاف الأردنية تحتفل بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان. وفيها أيضاً ولي العهد البريطاني يشارك في بيت لحم بصلاة من أجل السلام. أهلاً بكم. كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، شرح قداسته لجموع الحاضرين كيف أن التطويبات تثير الأفعال والمواقف التي تميز الحياة المسيحية، وتظهر كيف ومتى يزورنا الله بنعمته وفرحه، موضحا قداسته على لسان مترجمه الخاص أن التطويبات هي خريطة حياة لا تتطلب أعمالا خارقة، وإنما أن نتشبه بيسوع في الحياة اليومية. وقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصاً الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوماً بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معاً صلاة الأبان باللغة اللاتينية، بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصاً للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضاً المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصاً عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نبدأ اليوم سلسلة تعاليم جديدة حول التطويبات في إنجيل القديس متى، نص يفتتح عظة الجبل وقد أنار حياة المؤمنين وكذلك حياة العديد من غير المؤمنين. سنضع الآن بشكل عام إطاراً لكلمات يسوع هذه، وفي التعاليم المقبلة سنشرح كل تطويب بمفرده. يتكون كل تطويب من ثلاثة أجزاء. أولاً، هناك على الدوام كلمة طوبة، من ثم تأتي الحالة التي يعيشها من يحق له الطوبة: فقر الروح، الحزن، الجوع، العطش إلى البر، وهكذا ودوليك. وفي الختام سبب التطويبات الذي تسبقه عبارة فإن. لنتنبه إلى هذا الأمر، سبب التطويب ليس الوضع الحالي، وإنما الحالة الجديدة التي ينالها الذين تحق لهم الطوبة كعطية من الله. فإن لهم ملكوت السماوات، فإنهم يعزون، فإنهم يرثون الأرض. أما في العنصر الثالث الذي هو سبب الطوبة، يستعمل يسوع غالباً صيغة المجهول في المستقبل: يعزون، يرثون الأرض، يشبعون، يرحمون. هذا ما يمكننا أن ندعوه بالمجهول الإلهي، لأن الله في الواقع هو الذي سيقوم بهذه الأمور. هو سيفعل هذا كله، المبادرة هي مبادرته على الدوام. ولكن ماذا تعني كلمة طوبة؟ إن الكلمة اليونانية الأصل ماكاريوس لا تشير إلى شخص يتمتع بالرخاء ويعيش حياة هنيئة، وإنما إلى شخص يعيش في حالة نعمة ويتقدم في نعمة الله. وهذا أمر مهم، لأن التطويبات تنير الأفعال والمواقف التي تميز الحياة المسيحية، وتظهر كيف ومتى يزورنا الله بنعمته وفرحه. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الله ولكي يعطينا ذاته يختار غالباً دروباً لا تخطر على البال، وربما أيضاً دروب محدودياتنا ودموعنا وفشلنا. هذا هو الفرح الفصحي، ذلك الفرح الذي يحمل آثار المسامير ولكنه حي، الفرح الذي عبر الموت واختبر قوة الله. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, vivere le beatitudini non richiede gesti eclatanti. Guardiamo a Gesù. Non ha lasciato nulla di scritto, non ha costruito nulla di imponente. E quando ci ha detto come vivere, non ha chiesto di innalzare grandi opere o di segnalarci compiendo gesta straordinaria. Ci ha chiesto di realizzare una sola opera di arte, quella della nostra vita. Le beatitudini sono allora una mappa di vita.
non domandano azioni sovrumane, ma di imitare Gesù nella vita di ogni giorno. Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن عيش التطويبات لا يتطلب أعمالاً باهرة. لننظر إلى يسوع، لم يترك شيئاً مكتوباً ولم يبني شيئاً مهيباً، وعندما قال لنا كيف ينبغي أن نعيش لم يطلب منا أن نقوم بأعمال كبيرة أو بأفعال فائقة الطبيعة، بل طلب منا أن نحقق تحفة فنية واحدة وهي حياتنا. فالتطويبات إذن هي خريطة حياة لا تتطلب أعمالاً خارقة، وإنما أن نتشبه بيسوع في الحياة اليومية. ليبارككم الرب. بكل معاني الفخر والاعتزاز، يحتفل الأردنيون هذه الأيام بميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني 58، حيث يواصل أبناء وبنات الوطن مسيرة البناء والتقدم على خطى جلالته، عاقدين العزم على أن يبقى الأردن انموذجاً للإنجاز والأمن والأمان والوحدة الوطنية والعيش المشترك. تفاصيل أوفى حول هذه المناسبة الوطنية الغالية في التقرير التالي. تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة هذه الأيام بالعيد 58 لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث يمضي الأردن بقيادة جلالته قدماً في مسيرة الإصلاح والبناء والإنجاز. وعند مولد جلالته في 30 من شهر كانون الثاني من عام 1962، خاطب المغفور له الملك الحسين بن طلال الشعب الأردني قائلاً: ولسوف يكبر عبد الله ويترعرع في صفوفكم وبين إخوته وأخواته من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجر أنهارها في كل قلب من قلوبكم. وعندها سيعرف عبد الله كيف يكون كأبيه الخادم المخلص لهذه الأسرة والجندي الأمين في جيش العروبة والإسلام. وكان قد نودي بجلالة الملك عبد الله الثاني ملكاً للأردن بعد وفاة والده في 7 من شهر شباط عام 1999، ليتولى جلالته العهد الرابع للمملكة. ومضى الأردن بقيادة جلالته نحو إصلاحات شملت مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتجعل من الأردن دولة مؤثرة في العالم ترتكز على ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتطرف وإرساء مبادئ السلام في المنطقة والعالم وتحقيق العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد. وتقديراً لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني وسعيه الدؤوب لتعزيز حوار الأديان والسلام في الشرق الأوسط والعالم، فقد نال جلالته العام الماضي جائزة مصباح السلام للعام 2019 التي منحتها له الرهبنة الفرنسيسكانية الكاثوليكية في كاتدرائية فرانسيس الأسيزي في إيطاليا، وهي جائزة تمنح لشخصيات عالمية تقديراً لجهودهم في تعزيز السلام. حيث أكد جلالته خلال حفل التسليم: In the open letter, a common world between us and you, Jordanian scholars and fellow Muslims reached out to our global Christian neighbors, calling for a new understanding about the values our faith share, especially the commandments to love God and love our neighbor. And every corner of the world, Christians have joined us in an earnest and positive conversation. So my friends, the principles of coexistence and interfaith harmony are deeply embedded in Jordan's heritage. Our country is home to a historic Christian community
all our citizens actively share in building our strong nation. And indeed, Christians have been part of the Middle East societies for thousands of years and are so vital to the future of our region. Jordan is part of the Holy Land. The five prophets of great resolve, as they are called in the Quran, prophets of Judaism, Christianity, and Islam, have all, peace be upon them, blessed our land with their presence. And I myself have been blessed to help support the restoration of Bethany beyond the Jordan, the baptism site of Jesus Christ, peace be upon him. ويبذل جلالته جهودا كبيرة باعتباره وصيا وحاميا وراعيا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس للحفاظ على عروبتها وهويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ودعم وتثبيت سكانها مسلمين ومسيحيين وتعزيز وجودهم في مدينتهم. كما تحمل لقاءات جلالته المتواصلة مع العديد من رجال الدين والقيادات الإسلامية والمسيحية تأكيداً واضحاً على دعمه لصمود كنائس الأرض المقدسة. ومن هنا يقف الأردنيون جميعاً كما هم على الدوام متمسكين بمبادئهم التاريخية النبيلة، حاملين رسالة السلام ومجددين العهد والوفاء للقيادة الهاشمية الحكيمة، مؤكدين أن الأردن بقيادة جلالته أصبح أنموذجاً يحتذى به لما يمثله من الوسطية والاعتدال والاتزان، حتى غدا محط إعجاب وتقدير كل دول وشعوب العالم. وبهذه المناسبة السعيدة تتقدم أسرة مكتب فضائية نورسات الأردن ممثلة بمديرتهم الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل بأسمى معان التهنئة لجلالته. نصلي من أجل جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يبقى على الدوام حامياً لهذه الأسرة الواحدة الكبيرة، داعين العلي القدير أن يحفظه وأن يبقى بلدنا واحة أمن وأمان، وأن يرعى حكومتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، ودائماً معونتنا من عندك يا رب. آمين. تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وبمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، أقامت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالتعاون مع دائرة قاضي القضاء ودائرة الإفتاء العام والمركز الأردني لبحوث التعايش الديني احتفالاً بعنوان الأردن أنموذج الوئام بين أتباع المذاهب والأديان. إلى التفاصيل. نظمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية احتفالاً بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: نحن في الأردن نفخر بأننا أسرة واحدة، حيث يحظى المسلم والمسيحي في هذا الوطن بحقوق متساوية وعلاقات طيبة، مؤكداً في كلمته تمسك الأردن بالقيم والمبادئ وعلى رأسها الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشدداً بنفس الوقت أن مناسبة الوئام في وطننا تجسد المفاهيم والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية. فالوئام هو الفضيلة التي تيسر إحلال السلام وتسهم في إحلال ثقافته محل ثقافة الحرب والدمار. وإن الوئام والدعوة إليه لا يعني التساهل ولا يعني التنازل عن القيم والمبادئ الأساسية في ديننا الإسلامي، ولا يعني الضعف أو الانهزام، إنما الوئام هو موقف إيجابي يدعو إلى الإقرار بالحقوق الإنسانية المعترف بها للناس جميعاً، وهو يدعو الإنسان إلى أن يتمسك بمعتقداته ودينه، ويقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم ودينهم. فالوئام يعطي الحق للبشر المختلفين بألوانهم وأجناسهم ومعتقداتهم أن يعيشوا بسلام
وأمن وأمان، ويهيئ إلى قيام حياة آمنة تقوم على العدل والإنصاف في حياة الإنسان. وقال سماحة قاضي القضاء الشيخ عبد الحافظ الربطة إن أسبوع الوئام بين الأديان له خصوصيته في الأردن، فتخصيص هذا الأسبوع كان بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني في عام 2010، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة لسمو الفكرة وضرورتها لتحقيق العيش الكريم للبشرية كلها، لافتاً إلى أن الأردنيين مسلمين ومسيحيين يعيشون أسرة واحدة في وئام يعد أنموذجاً يقتدى وشراكة تحتذى. إن أسبوع الوئام بين الأديان له خصوصيته في المملكة الأردنية الهاشمية، فتخصيص هذا الأسبوع كان بتوجيه من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم سنة 2010 ميلادية، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة لسمو الفكرة وضرورتها لتحقيق العيش الكريم للبشرية كلها. وإن جلالة الملك حفظه الله وهو يقدم هذا الاقتراح للعالم إنما يستحضر أن المملكة الأردنية الهاشمية، وهي التي تحمل عالياً وبأمانة راية الثورة العربية الكبرى ورسالة النهضة العربية، جاءت تحمل هذه الرسالة منذ قال الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه في أدبيات النهضة العربية: ولا فرق بين العربي المسيحي والمسلم، فإنهما أبناء جد واحد، وسنقوم فيهم منا معاشر المسلمين ما سلكه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من أحكام الدين الإسلامي ومن تبعهم من الخلفاء، بأن يعاملوا المسيحيين كمعاملتهم لأنفسهم بقوله: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وقال مدير المركز الأردني لبحوث التعايش الديني الأب نبيل حداد: إننا في الأردن الأكثر حضوراً بتاريخ القداسة والأحسن بالسيرة والسلوك، تعلمنا في مساجده وكنائسه ومدارسه الوئام والسلام والحب فيما بيننا البعض. هذا هو احتفالنا الوطني السنوي العاشر بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، الذي نتشرف في المركز الأردني للتعايش الديني بالمشاركة فيه مع إخوتنا ورفاق دربنا في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفي دائرة قاضي القضاء ودائرة الإفتاء. وأذكر بأن أول احتفالاتنا كان في مغطس السيد المسيح برعاية صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد عام 2011. أيها الحفل الكريم، وئامنا الأردني ليس موسمياً، بل هو حالة نعيشها 52 أسبوعاً في العام، إليه نعبر من باب رسالة السماء، ولا يقلل من جديتنا وأهميته مديحنا لوئامنا حباً وكلاماً، لأننا معاً نتدبر كل الأطر والأدوات لنرسخه كواحد من تجليات عبقرية الأردنيين في وحدتهم. وها هم الأردنيون يعيشون حالة وئام نادرة في ظل قيادة هاشمية حكيمة يلتقي فيها الجميع في مزيج إنساني وروحي. بمناسبة عيد الظهور الإلهي، احتفلت الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في الأردن بصلاة في كنيسة القديس قرابت في موقع معمودية السيد المسيح في المغطس. ترأس الصلاة نائب بطريرك الأرمن في الأردن قدس الأرشمندريت أفيدس أبريجيان بحضور عدد من أبناء الرعية الأرمنية في المملكة.
وبعد الصلاة توجه المؤمنون إلى مياه النهر حيث احتفلوا مع أبناء الأرمن القادمين من الأراضي الفلسطينية بعيد الميلاد والإغطاس بألحان أرمنية مميزة حسب التقويم الأرمني. وفي لقاء أجرته نورسات مع راعي كنيسة الأرمن الأرثوذكس في الأردن الأرشمندريت أبريجيان أشاد بما يقدمه الأردن ممثلاً بجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير غازي بن محمد رئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس لهذا الموقع المقدس من رعاية واهتمام ولأبناء الرعية الأرمنية من تسهيلات في الإقامة والعمل وممارسة الشعائر الدينية كما قدم الشكر لهيئة الموقع والأجهزة الأمنية لجهودهم المبذولة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد سلام ربنا المسيح نحييكم من هذا المحل المقدس المغطس سيدنا المسيح واليوم نحن احتفلنا طائفة الأرمن عيد الأغطاس وعيد الكريسماس مع بعض مع طائفة الأرمن القدس وطائفة الأرمن الموجودين ببلدنا العزيز الأردن بعمان جينا اجتمعنا حوالي نهر الأردن واحتفلنا ورتلنا وصلينا وحكينا الحمد لله أنه نحن اليوم أنه صرنا مع بعض كل سنة دايما نهر الأردن بجمع الجماعة القدس الأرمن يلي موجودين بالضفة وجماعة وطائفة الأرمن يلي موجودين ببلدنا العزيز الأردن النهر هو بيصير السبب أنه من طرفين بيجوا ونصلي ونعطي شكر طبعاً للرب الحمد لله أنه لهي المناسبة أنه دايماً في موجود عنا والله بيعطينا وجلالة الملك بيعطينا كل السهولة أنه نتجمع حوالي النهر نصلي لجلالة الملك الله يعطي صحة يحفظه ونشكر كمان لسمو أمير غازي ابن محمد أنه بيعطينا كل السهولة بيساعدنا وبيدعمنا بكل شغلات يلي نحن نترجى أو نطلب من مكتبه ومنه نشكر للكل لأهل الهاشمية ونشكر للقوة للأمن يلي اليوم كان صار معنا وساعدنا بكل الشغلات وعطينا كل السهولة شكرا أولا هذا يوم مبارك ويوم كتير بحنا بننبسط فيه من 20 سنة هذه العادة الاحتفال بعيد الإغطاس لكل الطواف بدأت طبعا أول مرة بال2000 كانت 6/1 سنة 2000 بحضور حوالي 35,000 حاج من الأردن والدول الشقيقة القريبة منا ولكن هذه العادة استمرت إن شاء الله راح تستمر لأبد الأبدين لأنه هذا موقع من أهم المواقع للمسيحية بالعالم إذا لم يكن الأهم فاليوم طائفة الأرمن الأرثوذكس عم يحتفلوا بعيد الإغطاس هو صراحة هذا السادس احتفال عم تحصل السنة هاي لأن أولهم كانت ب10/1 للكنائس الكاثوليكية بحضور حوالي 5,000 حاج وب17/1 كانت طائفة الروم الأرثوذكس بحضور حوالي 7,000 حاج بعدين صارت احتفالية السريان والأقباط والإثيوبيين قبل يومين وهي للأرمن اليوم تحصل فأكيد هود بالنهاية موقع عمات سيدنا المسيح بداية المسيحية فهذا إحياء لهذا الذكرى الهامة التقاء الآب والابن والروح القدس عشان هيك بنسميه يوم الظهور الإلهي فهنا أخفض بقعة بالعالم والأقرب إلى السماء أرض مباركة مقدسة أرض أنبياء ورسل وقديسين ولازم كمان ما ننسى نذكر أهمية الموقع للديانات الأخرى للإنسانية لأنه بالنهاية مبدأ صلواتنا ودعواتنا بالعالم كنا مسيحيين أو مسلمين هي بناء جسور المحبة والسلام بين الإنسان فأهلا وسهلا فيكم شرفونا دائما انتم فعلا نور بتشعوا للعالم من خلالكم ان شاء الله بنوصل هالرسائل المهمه جدا للانسانيه بناء جسور المحبه والسلام شارك اتحاد الرهبنيات في الاردن بدوره تثقيفيه حول كيفيه الشفاء من الصدمات النفسيه وخاصه خلال الظروف الطارئه في العالم حيث أقيمت الدورة في منطقه البحر الميت وحضرها عدد من الاخوات الراهبات التابعات للاتحاد إلى المزيد.
أقام اتحاد الرهبانيات في المملكة وبالتعاون مع جمعية دار الكتاب المقدس وعلى مدى يومين دورة تثقيفية لممثلات اتحاد الرهبانيات في الأردن تحت مظلة برنامج الشفاء من الصدمات، وذلك في منطقة البحر الميت. وأوضح القائم على هذه الدورة القس منذر شحاتيت وهو متخصص بالعلاج النفسي أن برنامج الشفاء من الصدمات هو برنامج قادر على تقديم المساعدة من خلال معهد الشفاء من الصدمات التابع لدار الكتاب المقدس، والذي يقدم خدماته إلى الكنائس والمؤسسات باستخدام كلمة الله لجلب الشفاء من الصدمات والويلات حول العالم. والإنسان لما بده يشارك عن ألمه عمليا كأنه ببلش يكشف عن نفسه، مش هيك؟ كأنه ببلش يطلع هالألم، كأنه ببلش يبين شغلات في حياته ما بده الناس ما يفهموها، الناس ما يقدروها. فدائما السرية دائما بتبني الثقة وبتخلينا نحافظ على الكلام اللي هون، وبتساعد الناس يشاركوا أكثر أي محل بتكون فيه. إذا بتحس إنه اللي بتحكي له سر بحافظ عليه تثق بصير تشارك أكثر. دورة الشفاء من الصدمات النفسية اللي منقدمها برعاية جمعية الكتاب المقدس بالأردن هدفها حقيقة مساعدة الناس يتعاملوا مع الآلام والصدمات والخسارات بالحياة، لدرجة أنه ممكن هم نفسهم بعد ما يختبروا كل هاي المشاعر الألم والحزن يصلوا لمحل يقدروا هم كمان يساعدوا الآخرين اللي بيجتازوا بنفس الظروف. خصوصا احنا بنعيش بمناطق حقيقة فيها كثير من الألام والخسارات والحزن، وبنتعامل مع ناس عندهم هالقصص المؤلمة. كثير مهم الناس اللي عم بيساعدوا هالناس يكون عندهم شوية مهارات، شوية قدرات معينة يتدربوا عليها حتى يقدروا يسألوا مثلا الأسئلة الصحيحة، يستمعوا بطريقة صحيحة، يساعدوا الشخص ينتقل من الحالة اللي فيها لحالة أفضل بالمستقبل. وهذا هو الهدف من كل التدريبات اللي بنعملها. الحلو كمان إنه المنهاج اللي عم نستخدمه بيستخدم كلمة الله، بيستخدم الكتاب المقدس بطريقة معينة بيساعد بيخلي فيه تكامل بين علاج الصدمات النفسية واستخدام كلمة الله بطريقة فعالة حتى تساعد الإنسان كمان يستمر برحلة الشفاء ويتقدم للأمام. وهذا هو الهدف حقيقة من هاي الدورات. وقالت منسقة برنامج الدورة هيا خوري إن هذا البرنامج من شأنه أن يسهم في مساعدة الذين قد يتعرضون للصدمات جراء الحروب والعنف والكوارث الطبيعية، وكذلك التمييز العنصري والتحرش الجنسي والنزوح والاتجار بالبشر، حيث يسهم البرنامج في مساعدتهم وحصولهم على الشفاء التام. هذا هو مؤتمر الشفاء من الصدمات، هو منهاج احنا بنحب نقدمه كأداة للكنائس وللناس اللي بتخدم مع مجتمعات محتاجة هذا الاشي، انه يقدروا يستخدموه، مبني على الكتاب المقدس والصحة النفسية. فهو طريقة او زي ما احنا بنحب نحكي أداة جديدة، احنا بنحب نضيفها لمعلومات الاشخاص اللي بيخدموا في الكنيسة، فهو طريقة احنا بنحب ندعم فيها الكنيسة المحلية. وهذا جزء من مشاريعنا اللي هو الشفاء من الصدمات النفسية، بننظمه احنا كدار الكتاب المقدس بشكل دوري خلال السنة، بنستهدف فيه انه احنا نخدم وندرب الكنيسة المحلية بالإضافة للمؤسسات المسيحية. فعشان هيك احنا حبينا نرتب مع اتحاد الرهبانيات، عشان احنا بنعرف ان هم لهم دائرة تأثير كبيرة، وحبينا انه احنا ندعمهم بهاي الأداة وان شاء الله تكون مثمرة ومفيدة. وجرى خلال الدورة نقاشات وحوارات معمقة حول دور الكنيسة والراهبات بشكل خاص في مواجهة الظروف الطارئة وكيفية تجاوب الكنيسة مع مثل هذه الأوضاع، حيث أكدت الراهبات المشاركات أنه ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. لقاء اليوم هو أول لقاء لاتحاد الرهبانات مع جمعية الكتاب المقدس، بصراحة أول مرة بيصير، واللقاء حلو عن العلاج من الصدمات والألم، كتير حلو. والحلو إنه رهبانات مختلفة موجودة، رح في غنى أكثر لإلنا. بحب أنا من خلالكم بدي أشكر أول إشي رئاسة اتحاد الرهبانات العام الأم برونا والأب ماركو اللي سمحوا للرهبانات بالأردن بالمشاركة. كمان بدي أشكر من خلالكم رئاستنا العامة ممثلة بالأخت مشلين معلوف المنتدبة الإقليمية في الأردن. كمان بدي أشكر من خلالكم السيد منذر نعمات اللي سمح لنا أنه نشترك
بدي أشكر هيا دبابني الجندي المجهول اللي بتشتغل معانا اللي تعبناها خلال شهرين وإحنا معها على الخط. بدي أشكر نورسات وموقع أبونا وراديو مريم اللي هم كمان إجوا تغلبوا إجوا هون يحضروا معانا تيبثوا الحدث. بدي أشكر المحاضرين الدكتور منذر شحاتيت، موضوع كتير كتير حلو بحاجة إله، رائع جدا. بدي أشكره وأشكر لانا ومدامته على المواضيع اللي تقيلة. شكرا لكم، شكرا للدكتورة باسمة اللي بعتتكم كمان أنتو علشان أنه تغطوا هالحدث فعلا تاريخي أنا بعتبره، لأنه أول مرة اتحاد الرهبنات بشارك وبلتئم لهيك إشي. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية يا رب، وإن شاء الله كل سنة أنتم سالمين. وقد قدم اتحاد الرهبانيات من خلال نورسات الأردن الشكر لجمعية دار الكتاب المقدس ممثلة بمديرها العام السيد منذر النعمات وكافة العاملين فيها لما قدموه من مواضيع توعوية لبرنامج الشفاء من الصدمات النفسية. كما شكر الاتحاد كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة ومن شارك بها. استقبل رؤساء كنائس الأراضي المقدسة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بكنيسة المهد في مدينة بيت لحم، حيث رافقوه في جولة داخل الكنيسة وأطلعوه على أعمال الترميم الجارية فيها. وفي بداية الاستقبال ألقى بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن كيريوس ثيوفيلوس الثالث كلمة رحب فيها بسموه في مكان مولد السيد المسيح، مؤكدا غبطته تقدير رؤساء الكنائس لاهتمام ولي العهد البريطاني وحرصه على الحفاظ على الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة. احتفلت البطريركية الأورشليمية والكنيسة الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة بعيد القديس ثيوسيوس في الدير المكرس له والمسمى على اسمه، حيث ترأس خدمة صلاة الغروب والقداس الإلهي في هذا الدير التاريخي سيادة رئيس أساقفة مادبا كيريوس أريستوفولوس. شاركه قدس الأرشمندريت أغناطيوس الرئيس الروحي في بيت ساحور، وقدس الأرشمندريت حنانية الرئيس الروحي لدير القديس جوارجيوس في بيت جالا، وقدس الأب جوارجيوس بنورة راعي الكنيسة في بيت ساحور، وقدس الأرشمندريت ميثوديوس، وحضر الخدمة الرئيس الروحي لدير القديس شابا الأرشمندريت إفذوكيموس، وعدد كبير من المصلين من بيت ساحور وحجاج من اليونان ورومانيا. ويعود بناء الدير إلى عام 465، وقد تم تحديث بنائه عام 1952. ببركة سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس، اختتمت في كاتدرائية البشارة للروم الأرثوذكس بالعبدلي أعمال دورة الإرشاد للمقبلين على الزواج، والتي كانت بعنوان خاتمين على صخرة الرب، بمشاركة ما يزيد عن 30 شاباً وشابة من الخطاب. وبعد إلقاء المحاضرات التوعوية من قبل المتخصصين، وزع قدس الأب سالم مدانات المشرف والمسؤول عن مكتب الزواج التابع للمطرانية الشهادات على المشاركين في الدورة، متمنياً للشبيبة الخطاب دوام النعمة والبركة وأن يحفظهم العلي القدير ويسدد خطاهم ليكونوا بكامل المعرفة الروحية والإرشادية لنيل هذا السر المقدس الذي أسسه السيد المسيح في عرس قانا الجليل. يشار أن هذه الدورات هي إلزامية للأشخاص المقبلين على الزواج، وتتناول موضوعات إرشادية ونفسية وطبية، وتركز بالأخص على الجانب الروحي لتساعد الخطاب على تأسيس بيت عائلي مبني على صخرة الرب ومخافته. رعى سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة باترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الكاثوليك حفل تخريج المشاركين في الدورة الخامسة من طلاب المعهد المسكوني للشرق الأوسط في الأردن، وذلك في مطرانية الروم الكاثوليك في عمان أم السماء، حيث اشتمل الاحتفال الذي حضره رئيس المعهد المسكوني للشرق الأوسط في لبنان الدكتور زاهي عازر وأعضاء لجنة المعهد وعدد من الآباء الكهنة على إلقاء العديد من الكلمات وعرض فيديو قصير عن نشاطات المعهد المسكوني. وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على الطلبة الخريجين. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الأردنيون يحتفلون بالعيد 58 لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني. اتحاد الرهبانيات في الأردن يشارك في دورة الشفاء من الصدمات. البطريركية الأورشليمية تحتفل بعيد القديس البار ثيوذوسيوس. حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.